للوالدين في سنعنا وفي سنع أي بلاد احترام وتقدير مختلف، محافظين على برنا لهم في كل زمان ومكان. ما نبدأ يومنا إلا بالسلام عليهم والابتسامة في وجههم، نتلمس احتياجاتهم ونلبي بكل حب رغباتهم، نحب ايديهم وروسهم ونطلب منهم الدعاء بالتوفيق. ويوم نسولف وياهم ننتقي أرقى الكلمات وتتم أصواتنا من خفضة في وجودهم، ومهما كبرنا نتواضع قدامهم، ونبعدة المسافات نحرص على زيارتهم والتواصل وياهم، وفي كل وقت نذكرهم وندعي الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، لأنهم سر سعادتنا وحياتنا ما تكمل بدونهم. ونتذكر دوم إن برنا فيهم يعلي شاننا وطيب ذكرنا، يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وإنها أساس التوفيق في حياتنا.